زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكست مع ضيفنا اليوم السيد عبدين التلمسين، يعتبر تقريبا في جزء من حصتنا اليوم نحكيه حمد المندب. قلت لي افضل رئيس من ناحيه الالقاب في تاريخ الترجي، هكا ولا صحيح؟ باهي، برشا ناس ديما تشكك في القاب الترجي واخرهم تقريبا زياد الجزيري، شنو ردك على كلام من النوع هذا؟ والله ماذا بيا ما نردش على زياد الجزيري، خاطر نعتبر زياد الجزيري قبل ما يكون معناه ايتواليست هو انتي اسبيرانتيست. انتي اسبيرانتيست. انتي اسبيرانتيست. مهما تقول ومهما تثبت ومهما تعمل باش يقول لك لا وثما وتشكك وكذا وكذا وكذا. ماذا بيا ما نردش عليه، ربي يهديه. على قدر ما كنت نحبه كلاعب معناه في كرة القدم سواء في النجم أو مع الفريق القومي، على قدر ما شفته معناه من بعد يظل ما أحسنش التعامل. بخلاف كلام زياد، شنو ردك على كلام من نوع هذا؟ بخلاف اللي قاله زياد معناه تشكيك في بعض الألقاب الترجي، ولا خلي يقولوا اللي يخون هذا راح يقولوا مسحوره. باهي، فما بعض الاتهامات مثلا رئيس الترجي اليوم كونه متفرد بالراي شويه، يقولوا حمد المدب يلزم ساعات في الاخر معناها رئيس الجمعيه ياخو لا يجيو يحكيوا معاه ويحكي مع الناس الكل، مع المدربين، مع المسؤولين، مع كذا كل شيء، اما القرار الاخراني هو ياخذه، وهذا انا مطلوب. هذا المطلوب، مطلوب الانفراد لازم هو ياخذ، كي هو المسؤول الاول عايش خويا، ما كيما الامور تمشي معناها هو، وكيما تمشي سي هو، دونك يلزم ياخذ القرار الصائب حسب نظريته هو. فما ناس اليوم تطالب تبع اوكي متفاهمين انه ترجي ناجح مع الهيئه الحاليه مع حمد المدب تقريبا، فماش برشا يختلفوا من انجح رؤساء في تاريخ الترجي خاصه من ناحيه الالقاب والتتويجات وش صرف على الفريق، لكن كمان برشا ناس يطالبوا بعقد خاصه الجلسه العامه للفريق سواء تقييميه ولا حتى انتخابيه معناها اللي ما صارتش عندها مده. شنو رايك في كلام النوع هذا؟ دابور معناها الحكماء والهيئه الكل نتاع الترجي احنا شادين في حمد المدب معناه بيدين وثقيله، خاطر لانه معناها يصعب علينا باش نلقاو توا في الوقت الحالي رئيس ينجم يقوم بالمسؤوليه هذه على احسن ما يرى. به جلسه تقييميه هو شيء ما هو صعيب، ثم الامور ما ما معناها مقيده، فواحد كذا واللي يحب ينجم يطلب ويعطيوه يمدوه معناها بالوثائق. معناها هي ما تصير جلسه ولا تصير راهو جلسه باش تعمل جلسه معناه يلزمها الوقت الكافي. يا هل ترى تو عم تو مده 10 سنين هما اللاعبين ما خذاوش قسط من الراحه باسبوعين الشيء في تلو الاخر ابار معناها الفتره الاخرانيه اللي جات الكوفيد فوق علق معناها توفى السيزون هنا ما فماش نهار معناها في العام وكل نهار ما فماش نهار يلزمك جلسه تقييميه لازم 15 يوم 20 يوم باش تحضر تستدعى الناس وتعملوا كل البطاقات الى اخره الى اخره. برشا مرات حمد المدب عبر عن نيته في انه ينسحب من الفريق وبعد تراجع، شكون تعتبر اليوم الاقرب ممكن ينجم يكون ياخذ مشعل نهار اخر على حمد المدب؟ والله ثم مسؤولين معناها يلزمهم هما معناها يبدوا رايهم معناها ويبدوا رغبتهم. اكيد عندك عين، شكون تشوفه؟ تصور يهمك مستقبل الترجي في وقت من الاوقات معناتها في الايامات الجايه معناها او في الاعوام الجايه خلينا نقول. ثم بون صاحبي عزيز زهير يقول لي لا ما عادش يحب نبيل الشايبي، عنده امور وعنده توا معناها اشغاله ما ينجمش. أنا يظل ثم من أولاد بوشماوي، ثم من أولاد بن يدر، يمكن ثم هذوما. فما كلام مثلا هاشم الجيلاني نجم يكون؟ لما لا؟ هاو قاعد يعمل في ال فما كلام اللي يقع في تجهيزه باش يكون هو؟ هاو قاعد يعمل في معناها قاعد بحذا سي حمدي وقاعد يتمكن من ينجم. وليد العالم مثلا؟ مازال صغير. مش وقته. أنا وليد العارم نعرفه مليح، مازال صغير لازم وقت. باهي، فما كلام أيضا. على ذكر
زياد اللي يقول شوف انا 30 سنه عديت مسيره في الترجي لعمري قلت كلمه زياد شنو فهمتك زياد الجزيز جزيز شبيك رجعت له لا خاطر قعدت لي في بالك ايش يقول لي مسيرتي لعمري قلت كلمه لا في ليتوا لا في صفاقس لا في الكلوب لا في حتى جمعية انا عندي مهمه جمعيتي عمري ما نتلفت لجمعيات الاخرين كل واحد ربي عينه وانا باش نقعد نجبدوها الحكايه هذه مره في التاسعة زاد عمل الحبورة من بعد مدري شنو عيب عليه يخسر من السمعة نتاعه يمكن يربح أصوات معناها في النجم ما أصوات شنو انتخابات النجم ما نعرفش ما يشوفوها كيكا معناها ضد الترجي وكذا اللي هو باهي فما كلمات أيضا على بعض التحركات خاصة دارت في المدة الماضية من زياد المسيني وهذا شكر الواعر حاول نيتهم ممكن يكونوا هما موجودين في رئاسة الترجي نجم يكون واحد منهم بروفيل يكون نهار من النهارات في رئاسة الترجي ولا لا نجم علاش زياد معناه عمل مسيرة باهية كلاعب ثم كمسير وتوا معناه عنده أمور ينجم لما لا بيتعاون مع شكري الواعر شكري الواعر زاد خدم في الترجي وشكري الواعر أيقونة معناه في الترجي نجمو العمل اليوم شو كيفاش تشوفه نتاع رياض بن نور في الفتراش والله رياض بن نور مش مقصر معناها شفته معناها ادى الامانه بكل اخلاص الحق خدم على روحه وكيما كيف معناها النتائج نتاعو تبرهن على مسيرته كنا نحكيو في الوقت قلت لي انا سبب في دخوله للترجي صحيح؟ ايه كيفاش؟ لان وقت اللي اقترح علي سي حمدي نيابة الرئيس وقت ايش هذا؟ 2010 وقتها ولا قبل؟ لا قبل قبل 2007 2008 2008 قريب ماني كنت بريزيدون سيكسيون ثم بعد ما خرج شو اسمه طارق دياب فهمتني كلمني قال لي راهو حبوني نجدد الترشح نتاعي للرئاسه وقلت لهم معناه ماذا بيا كنائب رئيس مدينه المساني دونك وليت انا نائب رئيس قال لي توا شكون معناه بريزيدون سيكسيون قال لي هاكا انت قلت لهم قداش قلت علاش ما ياخذوش رياض بن نور اقنعته قلت له رياض باهي ود الجمعيه وقريب لنا كان بعد عامين ولا ثلاثه هو معنا هو وين كان قبل معناها لا لا كان من اصدقاء معناها محب مقرب هكاك انت اقترحت باش هو كان محمد هو الحق بتاع ربي معناها ادى الامانه تعتبره اختيار موفق انا اعتبره اختيار موفق الحق معناها عندي ما نقول هو بالمقارنه مع شكر الواعر ولا زياد التلمساني اللي عملوا خذوا البوست هذيك شنو رايك في العمل بتاع رياضي نجم يكون انجح بيناتهم ولا لا؟ والله كل واحد وصفاته كل واحد و رياض بن نور يتكلم مليح هو شنو رئيس فرع شنو يلزم يوفق ما بين اللاعبين والهيئه والاطار الفني خاطر الاطار الفني ما نجمش تعطيه 30 لاعب ما نجمش يلزم من الناحيه الاداريه ومن الناحيه النفسيه وكذا كل شيء رئيس الفرع هو اللي يوفق طبعا انا كنت رئيس فرع قلت لهم حتى حد يكلم الرئيس الجمعي اللي عنده حاجه يتقدم لي به كان مشكله نجم نفضها كان نجم نفضها وقت نبلغ للرئيس اخذ انا شنو كيما كم لونوندي كان مساعد الرئيس لازم نساعده شنو رايك ترجي اليوم الفريق اليوم ظهر لي مرحله انتقاليه في الفريق بعد فتره معين جرافي شنو رايك في الفريق اليوم به جات توا افكار اخرى وسيستم اخر جابوا راضي جعايدي وانا يظهر لي السيستم اللي جابوا راضي جعايدي يتماشى مع اللاعبين الموجودين خاطر المدرب شنو هو تو تعطيه جوار معناه عمره 23 24 25 28 30 سنه ماكش تو باش تعلمه كيفاش يعمل كنترول باش كيف يضرب الكورة وكذا فهمتني دونك حسب اللاعبين اللي عنده عمل سيستم يبدو لي فهمتني ولا انا مسؤوليتي يتماشى مع اللاعبين اللي عنده تحكي على الخطه نتاع 3-5-2 3-5-2 يظهر لك هي الانسب اليوم لكن يحب لها وقت
ما يسال ترجي ما فماش وقت اليوم ماتش غدوه ماتش مهم مثلا الشامبيونز ليغ الافريقيه معناتها اما ان شاء الله بتبدل باللاعبين اللي موجودين اذا سيميل فيسا دونك تعتبر الاختيار المناسب في الجعادي انا تو ربط الحل والربط في الفاسونتر هذايا اللي اكيد معناها باش يعطي الاضافه كان فما كلام قبل على نبيل معلول وحتى مفاوضات متقدمه معه اي كان ينجم يكون حل نبيل معلول افضل من الجعايدي ولا كان يكون حل كان يكون حل نبيل معلول اللي تعرفوا معناها المسيره نتاعو في الترجي كانت ناجحه شنو رايك في نقطه الخلاف في المفاوضات بخصوص ستاف تكنيك هل من حق الرئيس يتدخل في ستاف تكنيك ولا المدرب من حقه يختار الاسامي اللي يحب يخدم معاه به هو عاده يلزم ان ترافاي ديكيب المدرب بطبيعه الحال يختار الاجواء نتاعو لكن بموافقه الرئيس يتشاور معناها كان نجموا يلقاو حل وسط حتى ما تجيش انا مدرب معناها باش نجيب اللي نحبه نحبه كذا كل شيء لكن ثم خاطر الرئيس زعما لو بايور دو فون واللي يخلص هو الرئيس معناه قالوا لنا معناه هو انك تتشاور معاه وهو ياخذ القرار النهائي نتاعو انا يبدو لي وانه معناه توا الستاف اللي عند راضي جعايدي متكامل وبه تبقينا في السيستم اللي مي اون بلاس ان شاء الله هالقلب الهجوم هذا جديد باش يعطي الاضافه وتنجم تكون معناها حل مناسب معناه باش الشعباني قالته كانت في وقتها ما كانش نجم يزيد يواصل صعيب شوف مدرب راهو انا مقتنع بمعين وعرفته كلاعب وحتى راضي داير ولادك ايه اما مدرب بعد ثلاثة أربع سنين ما عادش نجم يضيف حاجة كبيرة وتولي أكل ليل ونهار ونهار تعدى ونهار أخر جاء وكذا كل شيء أكل هذيك تخلي معناها كل انضباط هذاك يقل يلزم مدرب آخر باش يعطي نفس آخر حكيت لي على المهاجم الجديد اش قالك في ميركاتو ترجي الميركاتو هذا ولا حتى اللي قبل بشكل ما خذيناش الوقت الكافي لكن بون ثم وافقنا يظل في بعض الانتدابات كيما كيما ايوالا ايوالا يعني يبدو لي معناه عنده امكانيه كبيره ان شاء الله ان شاء الله الهوني يسترجع مؤهلاته هذاك معناه كان يسترجع مؤهلاته هذيك الطلبات معناها ايوالا والهوني وقدامهم كوناتي مازلنا باش نشوفوا زياد مشموع شنو الشيء اللي نجم نعطيه خاطر الولد اللي خديناه من سليمان رشاد العرفاوي ماهوش البوست نتاعو ما تبارك الله عليه يعني معناها معناها رواليه يعني يعطيوه الواحد باش يلعب معناها طالها. اما ماهوش ديفونسور باتم معنى الكلمه يحب يلعب قدام هذا هو بك ما يكمل مسيرته معناها بطول المده يظل لي معناها مش طول المده لا معناها احنا ما عندناش طول المده معناها بقدره ربي معناها في ظرف وجيز نجموا باهي نكمل معك الحصه سي بدين بزوز فقرات في الحصه نتاعنا البدايه بالكويز الكويز مجموعه من الاسئله جاوبني بسرعه وقت ما غير ما تخمم برشا شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ برمضان أحسن لاعب جابته تونس مايكل نيرعب لا لاعب أحسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس تونسي معناه ما ثم طاهر الشايبي الله يرحمه ثم طارق ذياب الشايبي ولا ذياب؟ ذياب شبيك ستينفت فكرته من الكلوب لا قلت لك ثم اثنين ولا ثلاثة لا 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 بادي أنا قلت لك من الأول فضلك معك فضلك معك أما خاطر طارق ذياب هو شنو معنى الشيء اللي ما خدمش طاهر الشايبي الله يرحمه اللي جاء في وقت ما زالت الوسائل الاعلام وكذا وكذا طارق ذياب العباد ما تعرفوش برشا ما تعرفش فيديوهاته باهي شكون احسن مسير تعتبره خلقته تونس؟ مش نقول لك حمدي المد باش تقول لي لا قول اللي تحب ما نقول لك حتى شيء حمدي المد حمدي المد احسن مسؤول خدمت معاه عزيز زهير مسؤول تشوف فيه روحك اليوم يفكرك بروحك رياض بن نور احسن مدرب تونسي اليوم
عندي انا وين شعبين والا الكبير. احسن مدرب في تاريخ تونس؟ عبد المجيد الشتالي. باهي، اقرب لاعب ليك كان؟ كلهم كانوا اقرب لي. واحد هكا عنده بلاصه خاصه؟ حمدي الكسراوي. فماش لاعب ما تفهمش معاه برشا كنت؟ لا، حتى بودية مع فما محبة بيناتكم ولا ديما مع كورة ما يتعداش شوية بيناتكم؟ فماش؟ أكيد فما، شنو الكل؟ فماش حتى واحد راه باش يلقى رضا نتاع الناس الكل ولا؟ لا والله كنت ديما يمكن الحامي. الحامي. أقوى جمهور لعب ضده؟ تاتي بي مازنبي. جمهور مازنبي. هدف قعد في بالك ما تنساهش؟ تاع مايكل نورامو ضد النادي الافريقي كي وقف بصدر ولف اللي في الاخر كوب هذيك. ملاعب كان خدام برشا، يخدم برشا، تفكروا في التمارين خاصة خالد القرب. بالعكس تو ملاعب يكركر شوية في الانترينمون. يوسف المساك. يوسف المساك ملاعب يعمل برشا مشاكل. طب ايش عندنا فيه؟ عملت غلطه اكيد مسيره 30 سنه، فما غلطه ندمت عليها عملتها تستعرف تقول هذه غلطه؟ اللي ما قريتش حساب اللي معناه في نهائي كاس باش يزفر لنا كوكو في مازن. خساره قعدت في بالك؟ هذه هي. في كلاسيكو كلوب ريتوال شكون تشجع؟ شكون تحب يربح؟ فينال كوب كلوب ريتوال نقول. الكليب. علاش؟ خاطر جيران، وقلت لك انا اغلب اصحابي كلهم كليبيستيه، من حمود بن عمار سي حمود ابو سميع على الكمال يدير كلهم صحاب. اهم لاعب جبتو للترجي؟ ولاد المالكي. باهي، كانت هذه لوكويز. نكمل اخر بريك في الحصه نتاعنا اليوم اللي هي ليكيب تيب. ليكيب تيب. اخر حاجه سي بديم، باش تعمل لي التشكيله التاريخيه للترجي الرياضي التونسي على مر التاريخ، شكون نحطه في الكاش؟ شكري الواعر. على اليمين طارق ثابت. على اليسار هادي برخيص الله يرحمه في المحور، خالد بدره وجعايدي. باهي، قدام في الوسط طارق ذياب بطبيعه الحال، نبيل معلول. ومشكلة اللي فوتنا خالد بن يحيى، خالد بن يحيى والله كان نلعب التورتوا سانك دوخي. باه كيما الجعايدي ندخلوا بن يحيى للاكس. بن يحيى في الاكس. باه خمسة توا عملنا زوز في الماء في الوسط، شكون ياخذ في الوسط؟ دونك في الوسط عندك طارق ذياب ونبيل معلول. نبيل معلول. اي وشكون ياخذ؟ بلاش بيفوات ولا طايح واحد فيهم اللوطه. كوليبالي. كوليبالي. باهي، مازال عندك زوز. زوز قدام. مايكل نرامو. زوز هكاك لح. خمسة ستة. لا مازال واحد. سانك. واحد. تخوا. دو. اكاو لا واحد اخر مازال. مايكل. ايه. اكاو. اكاو. دونك هذه هي تشكيلة بدينة المساني، كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب. شرفتنا سي بدين بحضورك اليوم. شكرا على الاستضافة. بارك الله فيكم، حرشتني في بعض الأسئلة. انا قصت سلكت امورك. ماذا بيا خاطر توا سيرتو انا توا انقطعت معناها على التسيير وكذا، ما نحبش نعمل مشاكل، قاش نسيت حد ولا اسات الحد، وانا من طبعي ما نحبش. صحيح، بحول الله ما اسات الحد. بقينا في الحامي ربي يهديه، خاطر انا ما عندي حتى شيء. قعدت في قلبك الحامي. اي خاطر هذه الحاجه الوحيده اللي عندي معناها. ربي يهديك. عايش سي بدين، يعطيك الصحة. بعد شوية باش نمشيو لصفاقس، زميلنا فاضل أبو جناح من صفاقس قبل مقابلة السياسات اليوم في كأس الكاف. فاصل ثم راجعين.